اللي معاه اي حاجه ليها علاقه بالماده يطلعها بره، واللي هقفشه ببرشام ما يزعلش مني. سلمتكم ورق الامتحان، معاكم ساعتين ابداوا حل. دكتور انا خلصت. دانيال يا اخويا اي حاجه بس بالله عليك عشان انا بغرق هنا. خد حياتي بس ما تاخدش اجاباتي، خلصانه بامتياز. خلاص يا اسطى بالله عليك عشان دمعتي قريبه. خلاص ليلى، ليلى السؤال التاني. ماله؟ مفيش، تعبان شويه ومتضايق منك عشان ما بتساليش عليه. ست عايز اجابته. الورك ده عليه اجابات الاول والتالت، اما اجابه التاني على الورك التاني، وانا بصراحه مكسله. مكسله ايه؟ الله يخرب بيتك هسقط. دكتور هو فاضل قد ايه على نهايه الوقت؟ بتسال ليه؟ مفيش، اصل رايح اقابل صاحبتي بعد الامتحان فخايف اتاخر عليها. يا جماعه هو ايه الاسئله دي؟ انت بتستظرف؟ دكتور ايهاب محضر غش هنا بسرعه. وبتهيأ كوبايه شاي والنبي يا دكتور ايهاب عشان ما فطرتش من الصبح والله.